ديرو نو ميغان بين نبدل لها الباط ديستريبيسيون كوتي ديستريبيسيون هادي هاد الباط هادي الديفو اللي كدير هو فاش كدير امار فاش كديماري الطوموبيل كتحس بالفيبراسيون في الكاروسري الترعاد في الكاروسري كله كيترعد فيها واحد الجلده هنايا كتموت هادي الجلده هادي كتموت هي فاش كتموت صافي يولي هاد المشكل هكا ديال الفيبراسيون باش نبدلو هاد السيبور هادي تيخصنا الصور ديال 16 هاهوما سالو ديال 11 هنا و 16 هادو هما ثلاثة د البالونات وكان كاينين الموتور من التحت هو اول حاجه بعدا هاهوما كتشوفو دابا حنا راه كاينين الموتور ها الكريك هو كدير الكريك باش ما يهزش الموتور حيت هاديك الباط هي اللي هازه الموتور تابعوا معنا الفيديو باش تفهموا كيفاش كنبدلوها كنجيبو سارو ديال الدويه ديال 16 ها هي ارونج توي كنحلو هادو من الاولين ديال 16 كنحيدو هاد البالونات هادو كنصبقو هادو اللي جات الكاروسري هما الاولين عاد ديال الموتور هاو هما ثلاثة البالونات ديال سالو 16 حليناهم دابا كنهزو الموتور كي تبقى تشوفو ها الموتور حنا غنهزو حنا تنهزو الموتور تتولي ليبر هاد الباط هادي كتولي ليبر كنجيبو 11 كنحلو بيه هذا هذا هادو نحيدو هاد لاخر كنحيدو حتى هو فيها جوج هما كدا تشوفو فيها جوج قصار واحد ديال 11 كل واحد وبلاصتو صافي كنحيدو هادشي واحد اللي كنحطوهم ديال الغازوال ديال المازوت شاسي هنا تيسير هنايا كنسدو السيكورة ديالنا بشوية 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 كنسدوها ها هي من اسهل ما كاين هانتوما كي تشوفو هنايا كتبان ليكم الزيت هادي زيت هادي كيكون فيها الزيت لداخل فهاد الجلدة لداخل فيها الزيت هي اللي كتهز الموتور صافي هادي دابا ولا فيها داك الكويت تما ولات الزيت خرجات وهاد السيكورة تبريصات تبريصات ولا الفيبراسيو كيدوز ديريكت من الوراق ديال الموتور كيدوز ديال الكاروسر السيكورة الجديدة هي نحلوها هي السيكورة الجديدة ديالنا هانتوما كي تشوفوا الفرق راه كيبان لي راه واضح الفرق هانتوما هنا معرفتش كيبان لكم هاد السباس اللي هنا شتو قداش هاد السباس اللي في القديمه شوف كيدير قداش صغيور يعني هادي نزلات تبريصات هادي ها هي عريضه هادي طويله هادي هنا طويل هنا قصير دونك هنا ولا الفيبراسيون ديز ديريكت للكاروسة ولا الفيبراسيون بحال كتحس بحال الموتور بحال فيه تيفيبري بيتيح من بلاصتو سباب هادي هادي هي شتيها هو الديفو اللي كدير حنا جديدة حنا غنركبوها هاهي اكومبلي هادي مكتحلش من هنا في داكشي القديم كانو كيديروها كتحل هادي بوحدها وهادي بوحدها دابا ولاو كيديرو سيكورة وحدة مجموعة على بركة الله دونك نفس الطريقة باش حيدنا القديمة كنبلاصيو بها الجديدة كنحيدو شوية التيوات ديال المازوت كندوزوها بشوية كنجمع بشوية بشوية ملي كتدوز ديما كنبلاصيو هادوك اللي حيدنا في الاخر هما الاولين هادو ديال الموطور اللي جات الموطور بلاصيو هذا ديال 11 كنبلاصيو عابدينا باش ما يدخلش لينا البولون عوج كنجيو ديال 16 حتى هو بجوج كنبلاصيوهم بشوية باش ما يتبلاصاش عوج لانه شي الومنيوم
كده تشوفوا دابا في الكاب مركبناهمش بالقطار كنا مي بدينا علاش باش يدوزو ساهل باش ما نزيروش بزاف. نعاودو ندوزو شويه باش تعطينا زينا شويه الموتور باش تولي ليبراد باش تعطينا الطور. كنزيرو عا بدينا ما نزيروش بالفلتر ولا بالقطار. Ça nous touche à quand zéro. دابا كنبلاصيو هاد الاخرين هادو كنبلاصيوهم حتى هما يبيدينا باش ميدخلو فينا شي برون عوج. نديرو البرون الاول كنفلتيوه بيد نديرو البرون التاني كنفلتيوه حتى هو بشوية بشوية نديرو البرون التالت. نديرو شوية وركي ملي بلاصيناهم كنزلو الكريك وجيمو لهم. هداك الكريك اللي درنا هنا كنحيدوه هو كنزلوه صافي دوزي. بعد ما نزلنا الموطور حيدنا هداك الكريك التاني كنجيبو كنزيرو. دابا كنديرو غير في المقشة الأولى باش متزيرش بزاف هاي شوية صافي كنزيرو مزيان البرونة بزيدنا كنعاودو هاديك هما غير من باب الاحتياط صافي. التيوات اللي حيدنا كنعاودو نقلوهم ديال المازوت كانت هنا كنحيدوها ما كتجيش مع الجديده. هاد الفران هذا كنركبوها في هادي كنركبوها باش نديرو فيها التيوات ديال الموتور صافي صافي صلاه النبي كملنا. كده تشوفوا طريقه سهله نديرو امور